رغم أن الهزة الأرضية التي بلغت شدتها على سلم ريشتر 4.5 شمال غرب الحروش لم تخلف خسائر بشرية ولا مادية كبيرة، إلا أننا لاحظنا تضرر بعض المنازل. امبارح طاح الغبار، طاح الحجر، طاح الشطاي، دركوا شطبت الدنيا عدا صين وكون تشوف أرواح تشوف اللي هنا في النص عند جيران حالة كيما هذه نقول لها تعاونونا بأي طريقة. راني فاش سيتي سي خاصك الناس تنفونا في الخانه الحمراء في الروج وما دابا قال انت ما لازم تشرح له فوريا وما كاين حتى حاجه. والي ولايه سكيكدا قام بتشكيل خليه ازمه لمتابعه مخلفات هذه الهزه، اين وعد باتخاذ كل الاجراءات المستعجله لمعالجه اثار الهزه الارضيه. خذينا قرار بتشكيل خليه ازمه على مستوى الولايه لمتابعة يعني نتائج هذه الهزة يعني على مستوى الولاية، وخاصة في الجهات اللي هي معروفة كما المنطقة نتاع الحروش وعين بوزيان وفي اتجاه بن عزوز. الآن دوكا أنا غادي نقوم بعملية التقييم نتاع هذه التشققات، والعملية تبقى مستمرة، اللجنة تبقى مستمرة باش نعاينوا كل البيوت إذا كان فيه بيوت يعني مسها التشققات هذه. نشير إلى أن هذه المناطق شهدت قبل شهرين من الآن هزة أرضية مست بلديات الحروش وعين بوزيان.